حديثنا أنا والأستاذ شعوبي سمعته، والحديث يتطلب وجود الفنان المطرب حمزة السعداوي والأستاذ عبد الله علي، فأهلا ومرحبا بهم. وأقول للأستاذ شعوبي هم موجودين هنا، وراح أعيد الكلام اللي قلته عن الأستاذ حمزة السعداوي. يا أستاذ حمزة، الأستاذ شعوبي يقول بأنك أنت مقلد للأستاذ يوسف عمر، ومدى تقدر تتخلص من هذا الشيء، فشنو رأيك؟ هذا الواقع والصحيح تكلم الأستاذ شعوبي، لأن أنا مثل ما هو تفضل قال من الأخ يوسف عمر ومن الأستاذ محمد قبنشي، فأستاذنا الكبير الله يعطيه العمر والعافية القبنشي إلى سنة 40-42 يمكن هيجي إلى 50 قبل الخمسينات اعتزل على المدينة. نعم. بذاك الوقت من احتل موضع المقام الأخ يوسف عمر، الموقع الأول يعني احتل. نعم يوسف عمر. فالواقع أنا لما شفت هذا الرجل هو اللي احتل مكان أستاذنا، فأنا تأثرت به وأخذت منه كثير. يعني أقدر أقول كل المقامات اللي غناها، لأن لقيت نفس القواعد ونفس القاعدة مع الأستاذ القبنشي هي موجودة عند الأخ يوسف عمر. وأنا ذاك وقتي لما جيت أختار الصحيح وأختار المدرسة الصحيحة، فوجدت هذه المدرسة الصحيحة. والواقع أنا أقرأ مثل الحد الآن ومتأثر به، لكن المدرسة هي مدرسة الأستاذ القبنشي. اسمح لي أستاذ، يعني مو المفروض، سؤال موجه أيضا للأستاذ شعوبي، يعني مو مطرب المقام صحيح في البدايات يتأثر بالمطربين اللي قبله واللي هم قلنا، هذا صحيح، لكن مو لازم تكون لشخصية خاصة بيقولون هذا يوسف عمر وهذا حمزة السعداوي وهذا فلان، ولكن بالمقام العراقي عندنا قواعد مثبتة. تمام. هذه ما ممكن، يعني لا أقدر نلعب بها لا أنا ولا الغير ولا هذه، إحنا نجي نلقي القواعد. طيب. بس إيش بقيت؟ القواعد هي مفهوم. نعم. الأصوات والضروب لكن تختلف واحد عن واحد. أنا أسوي يعني صوت يوسف عمر بالضبط أقلده وأكبر مثله، لا، أكثر الأحيان أجي أخذ من أستاذنا القبنشي شنو هي الموجودة عنده أيضا، أخبط ما بين هذا وما بين هذا، ويبقى حمزة السعداوي كشخصية مفصلة عن الاثنين. ما أقدر أني أقوله طبعا، الناس يقوله. شكو الأستاذ شعوبي؟ والله هو مثل ما قلنا وقال الأخ أبو سعد أستاذ حمزة بأنه الأب يعني اللي علمنا المقام هو الأستاذ الكبير محمد، فيوسف عمر هم تلميذ محمد، ومن دي يغني يعني أستاذ حمزة يعني هم هو هم باعتبار دي يأخذ من محمد القبنشي ومن يوسف، لأنه تلميذ يوسف تلميذ محمد القبنشي الأستاذ الكبير. طيب، هناك كلام سمعت في من كذا واحد من الأخوان المختصين بالموسيقى ومن اللي مهتمين بالمقام العراقي، قالوا بأنه إن كانت السنتور والجوزة، والسؤال موجه أيضا للأستاذ عبد الله علي، إن كانت الجوزة والسنتور أقل، أو خلينا نقول إمكانات القانون والكمان أوسع وأكبر، تقدر تأدي بشكل أوسع مع المقام العراقي من الجوزة والسنتور، فرأيكم بهذا الكلام؟ صحيح بأنه إمكانات الجوزة والسنتور محدودة والقانون والكمان أوسع ويقدرون يأدون أو يأدون كل ألوان المقام أكثر من الشارغ البغدادي، صحيح هذا؟ والله الجوزة 4 أوتار والكمان 4 أوتار، فش تأدي الكمان وتأدي الجوزة؟ نعم طبعا، وما يعني مجالها الغنائي والموسيقي فسكت يعني، وهذا القول اللي قالوه هو خاطئ يعني. وأما من جهة السطور الأخ عبد الله هو اللي أستاذ عبد الله، رأيك أنت بهالكلام؟ أنا هم أنا أقول مثل ما قال زميلي الفنان شعوبي، إذا كان القانون ب 73 وتر فعدد أوتار السنتور 100 وتر، فهالنقص شلون صار من إجا؟ هذا واحد. احنا صار لنا الان حوالي 9 سنوات منذ تأسيس برنامج المقام العراقي. قبل فترة قصيرة انا سويت احصاء بالمكتبة، مئات الاشرطة احنا كدسنا، انتاج عظيم هائل جدا ما صار في تاريخ التلفزيون من الاسود والابيض وحتى الملون، سجلنا لكل المطربين بدون استثناء القدامى، اضافة الى القدامى المطربين الشباب الجدد اللي كل الناس تعرف.
بالإضافة هاليوم بالذات أنا الصبح استوديو بغداد طلبوا من عندي ويا الفرقة الحديثة السنطور أنا شاركت لحن للفنان عباد جميل غنى مطرب زين. هذا إذا أقول نقص شلون يعني وشاركت يعني بالآلة مالتي مطربات عرب مطربين كثيرين. فاللي ما يقولون ما تعرف تعتذر أن ترقص تقول القبة عوجة أو الجاعة عوجة زين. من جهة أخرى أو من جهة أخرى أكو بعض يتعجزون لوش لأن إحنا ما نقول شارل البغدادي ونقول المقام العراقي هناك قواعد مثبتة وهذه القواعد المثبتة مو إحنا اللي سويناها ولا إحنا من حقنا نوخر منها أبدا. نعم. فالمطرب اللي يجي على شارل البغدادي بيشوف نفسه ملت أكو التزام وأكو تقيد أكو إيقاعات تتغير أكو أوزان من خلال الغناء هاي الأوزان تتغير ثابتة وتتغير يعني كل ميزان إلى اسم خاص وأكو لوازم موسيقية معينة مثبتة والمطرب يمهد للمطرب. فهذا شيء آخر. أكو هذا الكلام هو كان موجود إلى قبل ما أنا أجي. سنطور القديم كان سنطور ثابت. ولما أقول سنطور ثابت مو يعني كان السنطور نفسه عاجل من أداء المقامات، كان يحدد صوت القارئ بدرجة معينة زين. فالعازفين اللي كانوا قبلي ما موجودين الآن كانوا مسوين لكل سنطور لكل حنجرة سنطور خاص زين. بعدين سووا لما شافوا السنطور تتحدد حناجرهم راحوا وين على الفرقة الحديثة. الفرقة الحديثة أسلوب عزفة ترجمة ما يؤدي المطرب بدون أي أكو التزام مثبت. لكن بعدين ما أني طورت الآلة زين وقلت ليش هالإنتاج الكبير اللي كتبنا. طيب اللي سمعته أيضا من الناس مهتمين بالموسيقى بأنه مثلا الرس لو يؤدى مع التخت الشرقي يكون أفضل مما لو نأديه مع الشارل البغدادي أو مع بالذات السنطور والجوزة، رأيك أنت؟ والله هو يعني الآلات يعني ذهنا وذهنا تابع مو تابع للآلة تابع للعازف. إذا العازف عرف المقام وعندنا قلة يعني بالعازف يعني الكمان ما قلة يعني ما حد يقدر يحفظ الآلة. يعني نقدر نقول أستاذ الخلل مو بالآلة نفسها وإنما الخلل إما بالعازف أو المغني أحيانا. عندنا مثلا خضر الياس على النايفخ يعني وعندنا خضر الشبلي على القانون. لكن مثلا يراد يعني يرادنا مثلهم بعض حتى يقدرون يمشون وديجون مثلا من يغني المغني يترجمونه مثل ما يغني فهذه غلط بالمقام. يعني التخت الشرقي نقدر نقول يتبع المغني مثلا اضرب لي مثال خلي نسمع شيء مثلا اذا راد يغني حويجاوي المغني طيب مثلا قال لما او كمان قال تيتا ده شو وين ده قبيل الصوت تي تي تام يسومو ده شو وين بينما هذا بالشارغي ما نسمعها مع الشارغي نفسه بالشارغي معكو يعني نسمعها مع السنطور والجوزة اي نسمعها خلي ابو سعد يسوينا شوية. اكو عندنا مقامات هي من طبيعة حالها يعني يجي المغني يوقف يجلس فالموسيقي يطلع أمامه المغني يتبع الموسيقي وعندنا مقامات لا المغني يمشي والموسيقي يحدث فهذه كلها لازم الإنسان فاهمها حسب طبيعة المقام. نعم. إذا نقدر نقول إن الإدانة ممكن تواجه أيضا للمطرب قد يكون هو المطرب عاجز عن فهم المقام اللي يؤدي بشكل كامل فتحدث الإشكالات ما الإشكالات بالآلة مو هالقد أقوياء أحيانا يكون المطرب وأحيانا يكون العازف نفسه. حط حمزة أريد أعرف رأيك بعازف اسمه شعوب إبراهيم يرافقك بالكثير من الحفلات. رافقني كثير أكثر من 20 سنة أستاذ شعوب غني عن التعريف هو الأمير الجوزة يوم يعاد في العراق والأستاذ الأول بالجوزة. نعم. صاحب كل أهل المقام القدامى ماتوا الله يرحمهم والموجودين حاليا الله يطول عمرهم وإن شاء الله عمركم الجميع. فهو يعد اليوم قلنا العازف الأول بعدين مو بس عازف جوزة الإيقاعات كلها
أوزان المقام ويفهم المقام العراقي. عندنا 62 مقام عراقي. هل 62 كلها عارفه هو فاهمها؟ مو الكون هو يمنا أنه دا أقول لا 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 خبرتي وياه أكثر من 22 سنة نشتغل وياه. بعدين الكلام أيضا ينظم كلام. ولكن ذاك اليوم أنا أحب أن أقولها للشيخ ولو يسمح لأستاذنا هيك شفت أستاذ شعوبي هاي الآونة الأخيرة السنة الأخيرة سنة 70 يمكن غنى مقامين أكثر يجي ونعرض في التلفزيون. فهو يعزف مالته يغني القطعة ويعزفها يترجمها بالجوزة مالته أشوف إذا تطلع أجمل من ما هو يغني. رأيك ولا كنا نسمح لنا أستاذنا هذا رأيي أستاذ شو قلت؟ اسمه احنا من غنينا المقام يعني غنيناك العفو هذا تأكيد على انه هو امير الجودة احنا غنيناك كدرس لطلابنا ولا انا ما اقول صوتي 100% لا يعني هل لي اتمكن عليه عن يعني استاذ شعوبي بناء على كلام الفنان حمزه السعداوي احنا الان نطلب من امير الجوزه يسمعنا شيء هو يختاره لنا. ايش تختار لنا؟ والله راح نبدي بمقام الهرداوي هيك شوي بالنسبه صغيره يعني لفراقهم أني